اهلا بحضراتكم من جديد. حابب اقول مشاركات يعني الجماهير ما شاء الله عندنا مشاركات كبيره جدا النهارده، يعني علشان نجمنا احمد عبد القادر موجود النهارده معانا. حابب ابتدي النهارده ب يعني راي جمهور النادي الاهلي. يا ماما بتقول نتمنى ان ما يكونش طموحك بس الانضمام للنادي، ولكنها تكون بدايه لمشوار جديد مليء بالبطولات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بدر بيقول عايزين طموحك يكون كبير مع نادي القرن، ويا ريت تبذل اقصى جهد عندك علشان تحجز مكان اساسي في الملعب باذن الله. اكيد اكيد باذن الله. محمود، ما هي طموحاتك مع النادي الاهلي هذا الموسم؟ طموحات كبيره جدا، يمكن الطموحات مفتوحه، واتمنى ان شاء الله ان الواحد يقدر يسعد جماهير النادي الاهلي ويقدم لهم كل اللي هم بيحلموا بيه وبيطمحوا بيه يعني ان شاء الله يعني. حماده جلال بيقول مثلك مين في الكره المصريه، مثلك الاعلى في الكره المصريه والعالميه، ويا رب تحقق كل طموحك مع نادي القرن الافريقي. مين مثلك الاعلى في الكره المصريه؟ في الكره المصريه انا قلتها بقول على طول يعني كابتن محمود الخطيب وكابتن محمد ابو تريكه، دول الاثنين محليا انا موجودين يعني في مصر، وعالميا كان هازارد. هازارد اكيد نجم ريال مدريد. نجم ريال مدريد، فطبعا كابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه اللي موجوده، وكابتن محمد ابو تريكه طبعا انا بحب الاثنين يعني كابتن محمود وكابتن ابو تريكه على المستوى الشخصي جدا وعلى المستوى الفني طبعا. نشوف بعد كده بقيه رسائلنا. مو صلاح بيقول المركز المحبب ليك، قلتها رقم 10 ده البوزيشن الاساسي بتاعه، والليفت وينج وتلعب برده على الاطراف الاطراف عادي، بس دول اكتر مركزين محببين بالنسبه لي. احمد بيقول نفسك تلعب جنب مين، محلي وعالمي حتى لو كان اعتزل؟ محلي لو كان حتى اعتزل. مين لو كان حتى اعتزل؟ كابتن محمود. كابتن محمود الخطيب اكيد. وعالمي وعالمي كان هازارد برضه حتى هازارد، بس هو عندك شبه شويه في هازارد السرعه، لما بتستلم الكوره دايما الكوره سريع وانت بتجري بيها. الحمد لله. وهازارد اصلا انا كنت بتابع ماتشات البريمير ليج بالذات لتشيلسي بسبب هازارد، يعني هازارد كان مثل اعلى بالنسبه لي فعلا يعني، ولغايه دلوقتي بس هو الاصابات مأثره عليه شويه اثرت عليه شويه مع ريال مدريد. نروح برضه بقيه رسائلنا. معانا ماندو بيقول انت ينفع تلعب في مركز تاني لو مدرب طلبه منك؟ اكيد لو مستر موسيماني يعني شافك في مركز تاني. تحت امر النادي طبعا في اي مركز هتطلبني فيه، بس شكل هجوم يعني بالظبط. تمام. نشوف بعد كده دكتور اسلام. اولا انت منور الدنيا كابتن اسامه، ربنا يخليك يا دكتور اسلام. عبد القادر منور الدنيا ومبروك وجوده في الاهلي. تسلم، ده نورك طبعا. سؤالي لكابتن عبد القادر، ايه اكتر مكان ومركز بيحب يلعب فيه؟ هو جاوب. لو المكان ده موجود فيه لعيب كبير ممكن يلعب في مركز تاني بحيث انه يبقى موجود في الملعب؟ المركز الاساسي رقم 10 يعني، ده المركز المفضل بالنسبه لي. ده المركز المفضل ليه؟ ده رقم واحد بالنسبه لي. قفشه طبعا لعيب كبير وكلنا عارفين امكانياته، وبرده المراكز الثانيه كلهم لعيبه كبار جدا. انا مش هتكلم على اللعيب بشخص طبعا، في النادي الاهلي كلهم اميز ناس موجوده في الساحه طبعا يعني. عندك تحدي كبير ان شاء الله في الموسم الجديد. محمد مبارك الاهلاوي بيقول السلام عليكم، برحب بيك يا كابتن اسامه، ربنا يخليك يا محمد وعلى ضيفك الكابتن احمد، نورت بيتك يا نجم النجوم، وعايزين نشوف قفشه ثانيه اهلاوي. حبيبي ده نورك طبعا، واتمنى ان شاء الله عند حسن ظن الجميل ان شاء الله الموسم القادم باذن الله. مصطفى كامل ان شاء الله نجم مصر القادم، لانه لعيب كوره ممتاز ويستحق انه يشارك مع الفريق. ان شاء الله مصطفى، ان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل باذن الله، وان شاء الله خير يعني باذن الله. اي رمضان، مين مثلك الاعلى في النادي الاهلي من الجيل القديم؟ قال هو كابتن محمود الخطيب والكابتن محمد ابو تريك. بالظبط. احمد معتز، عايزينك تقدم نفس المستوى اللي كان في سموحه او افضل في الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله. الناس عقده امال كبيره عليك. ان شاء الله. نروح لعمرو جلال بيقول اسال احمد عبد القادر، منور يا كابتن اسامه، ربنا يخليك يا عمرو. انت وكابتن احمد، حابب اسال كابتن احمد واقول له اتفرجت على نهائي الاهلي والزمالك في افريقيا، ويا ترى عملت ايه لما قفشه جاب القضيه؟ اتفرجت على مباراه الاهلي والزمالك؟ اكيد اكيد اتفرجت على النهائي طبعا، كنت انا قاعد في مكان مع اصحابي. مش عايز ابالغ في الوصف قوي، لان انا فعلا يعني دمعت في الفتره يعني وقت الجول بالذات، انا عيطت، لان خلاص انت 1-1 لغايه اخر الدقائق، الماتش مش باين له ملامح، خلاص اللعيبه جابت تقريبا يعني زي ما بقولوا شطبوا خالص في اخر الماتش، فكان في 6 دقائق اللي هيجيب فعلا كان خلاص اخذ الماتش، وده اللي حصل. قفشه استغل الكره اللي راجعه من محمود علاء، وبالتالي كسبنا 2-1 في اخر الدقائق، فطبعا فرحه ما تتوصفش يعني. عيطت وقتها؟ دي حقيقه. لا مش مبالغه والله، ولا كلام يعني التلفزيون ولا حاجه، بس انا فعلا يعني
لو كان في دقيقه بدري عن كده شويه كمان كان ممكن الموضوع يبقى النادي الاهلي احنا كسبانين وابقى فرحان عادي طبيعي، لكن عشان في اخر الدقيقه بالذات وخلاص الماتش اللي يجيب جول في الدقيقه دي خلاص الماتش بالنسبه له خلص، فطبعا دمعت في الوقت ده والحمد لله يعني النهائي بقى معانا الحمد لله. يعني الذاكره بتاعتك كويسه؟ على قد ما اقدر. بتحفظ الارقام كويس والتواريخ والثواني؟ على قد ما اقدر. طب قول لنا الهدف بتاع قفشه جه في الدقيقه كام؟ تقدر؟ اعتقد 85 وحاجه و40 ثانيه، 45 ثانيه او 45 ثانيه. دي حقيقة. اعتقد لا مش اعتقد ده مظبوط. لا والله انا ما يعني انا 85 و45 سنه تقريبا.